لسه متواصلين مع حضراتكم وحديث الساعة ليونيل ميسي، أين سيستقر به الحال بعد إعلانه الرحيل عن برشلونة؟ في مفاجأة مدوية لكل عشاق نادي برشلونة والعشاق الساحرة المستديرة حول العالم بشكل كامل. علشان كده أنا عايز أقرب من الصورة بشكل أكبر وأروح للسيد مانويل دومينيجز الصحفي الأسباني الكبير بموقع وان فوتبول الأسباني. مستر دومينيجز، هاريو، ازيك؟ نورنا. الخير عليكم. أنا الآن أحييكم جميعا، جميع مشاهدي قناة النادي الأهلي، أحييكم جميعا على الهواء. أهلا بك. طبعا حديث الساعة دلوقتي بخصوص ليونيل ميسي، عايز أعرف من خلالك آخر التطورات بخصوص هذا الملف تحديدا بعد ما خلاص ميسي أعلن عن رغبته في الرحيل عن برشلونة، وكمان فيما هو أكثر من ذلك لم يحضر بالأمس المسحة الخاصة بفيروس كورونا، وكمان النهاردة التدريبات ما حضرش لليوم الثاني على التوالي. إيه الجديد وآخر التطورات بالنسبة لك إيه؟ حتى الساعة الأخيرة منذ خمس دقائق في الخامسة والنصف بدأ التدريب الأخير ولم يحضر ليونيل ميسي، هذا كما فعل بالأمس، أنه بالأمس لم يذهب لكي يجري المسحة الخاصة بكوفيد 19. الآن ولأول مرة يتخلف ليونيل ميسي عن التدريب، هذا الخبر وصلني فقط من خمس دقائق. الجميع يتحدث هنا عن خروجه من برشلونة، يبدو ليونيل ميسي مصرا إصرارا شديدا، لذلك هو يقوم بقطع أو الأواصر مع النادي مناسب للقطاع عن التدريب لأول مرة في حياته المهنية منذ اليوم. ونستطيع أيضا أن نقول أن منذ الثلاثاء الماضي ليونيل ميسي لم يعد لاعبا في برشلونة. طيب، عايز أسأل عن مدى تأثير هذا القرار على جمهور برشلونة وكمان على مسؤولي النادي الكتالوني تحديدا، لأن هم كانوا أكيد بانيين الفترة اللي جاية على تواجد ليونيل ميسي وكيفية تدعيم الفريق عشان يقدروا يساعدوا اللاعب في تحقيق الألقاب في ظل تواجد كومان المدير الفني الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. بالنسبة للتأثير المتوقع على برشلونة، برشلونة مؤسسة كبيرة جدا، يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. نحن نتحدث عن أهم اللاعبين الذين ظهروا في السنوات الأخيرة، نحن نتحدث عن كابتن فريق برشلونة، لذلك تقديم وخروج برشلونة من غير ميسي يبدو غريبا ويبدو مستبعدا ويبدو مستهجنا. المسألة أن البرسا في هذا العام خسر كثير، فلم يحرز أي لقب، وخسر من الريال مدريد، وخسر بثمانية أهداف، خسارة مذلة ومهينة إلى آخره. فالنادي في حالة ارتباك شديد ولا أحد يستطيع أن يجيب على أي أسئلة، وأعتقد أن التأثير على الجماهير كان تأثيرا سيئا. ما زال الناس مصدومين، لا يستطيعون أن يفسروا ما يحدث حولهم حول هذه المسألة. لكن ميسي بدأ حياته الفعلية حتى على المستوى الإنساني مع برشلونة، فقد بدأ وسنه وعمره 13 عاما، عاش في برشلونة أكثر مما عاش في أي مكان آخر. المشكلة الأساسية التي تواجهنا جميعا أن ميسي نظرا لطبيعته الخاصة لا يخرج، لا يتكلم، لا يتحدث، لا يدلي بحديث، لا يدلي بحوارات لأي مكان أو لأي شخص. لكن أعتقد أن ميسي الآن يخسر كثيرا بامتناعه عن الحديث، يخسر كثيرا بامتناعه عن الإدلاء بأي كلمة للجمهور حتى يهدأ الناس وحتى يعرف الناس ماذا يحدث. المشكلة أن ميسي يبدو أنه لا يستطيع أن يدير أي معركة، هو كل ما يفكر فيه الآن وجل ما يسيطر على رأسه هو الخروج من برشلونة ومغادرة برشلونة. لذلك بدأت الأحداث تأخذ منحى آخر، لكن الأوضاع مرتبكة في برشلونة على أشد حالات الارتباك. طيب، هل في أمل عند جمهور برشلونة أن في حالة استقالة بارتوميو المدير أو الرئيس النادي نادي برشلونة ممكن ميسي يعدل عن قرار ويعود لصفوف الفريق، ولا الأمر بات محسوم إطلاقا
وبشكل مطلق بالنسبة للاعب. في البداية كان جميعنا يعتقد عن هذا الموضوع أن السيد بارتوميه لم يقم بإدارة النادي على أكمل وجه، لأن ميسي بالمناسبة في الفترة الأخيرة كان يحذر الإدارة أنهم يقومون بإدارة الأحوال خاصة على مستوى فريق الكرة بأسوأ طريقة، ونحن نتذكر كيف أدار ظهرهم لنيمار وهو أحد أهم المواهب الموجودة، وأيضا لاعبون آخرين. لكن أيضا يجب علينا أن نفكر أن ميسي الآن وصل إلى 33 عاما، بدأ يفكر في كيفية إنهاء مشواره، ما تبقى لميسي القليل، كل هذا لن يسمح له بالدخول في معارك طويلة. ميسي الآن مثلا حصل على بطولات كثيرة، بطولات الشامبيونز في الدوري الكأس إلى آخره، لكن أعتقد أن المعلومات التي أتت إلي والتي سمعتها قمت بمناقشتها وبتحليلها، أعتقد أن سواء بصرف النظر عن وجود رئيس النادي من عدمه لقد قرر ميسي الرحيل. طيب عايز أسأل بخصوص الشرط الجزائي وبند الشرط الجزائي المتواجد في عقد ميسي مع برشلونة، وحقيقة هذا البند في ظل تضارب الأقاويل ما بين أنه يحق لميسي فسخ تعاقده بدون دفع 700 مليون يورو وهو الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع النادي، وأقاويل أخرى بتقول أن لا يحق لميسي الرحيل إلا إذا دفع هذا المبلغ لإدارة برشلونة. الحقيقة في الجزئية دي تحديدا فين؟ عايزين نعرف المعلومة النهائية. في الحقيقة هناك كثير من المعلومات المتضاربة، هناك فعلا شرط جزائي أكثر من 700 مليون يورو، لكن هناك أيضا نص آخر يعارض هذا الشرط الجزائي أن المسألة تنتهي بنهاية عام 2019-2020، ثم يبطل معها هذا الشرط الجزائي ويترك لميسي الخيار في التجديد أو في الخروج إلى مكان آخر. لذلك فنحن أيضا ما زلنا في مرحلة الحيرة ما بين النصين وما بين ترجمة النص الأول والنص الثاني. هناك الكثيرون في برشلونة من يؤكدون على أن ميسي لا يستطيع أن يخرج من النادي إلا بعد أن يقوم بتسديد هذا الشرط الجزائي، وهناك آخرون ومنهم من لهم باع، أصحاب باع في القانون، يقولون أن هذا ليس بالصحيح، وميسي يستطيع أن يغادر النادي في الوقت الذي يشاء بحسب نفس العقد وشروطه. لذلك المسألة بالنسبة إلينا أنه يستطيع أن يخرج دون أن يدفع مليما واحدا، أو لن يخرج إلا بعد أن يدفع ما يقارب المليار يورو. يعني واضح ان هي هتبقى ازمه ما بين اللاعب ونادي برشلونه. لكن قبل ما اطلع على الهواء بحوالي ساعه ونص تقريبا كان في تقريرين مختلفين كمان بخصوص مصير ومستقبل ليونيل ميسي. تقرير كان بيقول ان في حاله من الطمانينه عند مسؤولي فريق برشلونه ان اللاعب هيرجع وهينتظم في التدريبات وعندهم تفاؤل كبير جدا في الجانب ده. التقرير الاخر كان بيقول ان مانشستر سيتي خلاص اقترب من الإعلان عن انضمام ليونيل ميسي. أنهي تقرير فيهم ممكن يكون أقرب طبقا لمعلوماتك؟ وهل مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الراغب في التعاقد مع اللاعب ولا في أندية أخرى داخلة على الخط؟ أما عن هذه المعلومات أن مجلس الإدارة في منتهى الهدوء أنه سيعود أراد أم لم يرد إلى التدريب، لا أعتقد أن هذا صحيح لأنه لم يظهر في التدريب. أنا أتحدث معكم فقط منذ ثلث ساعة،
لم يظهر في التدريب ولم يأتي ولا يرد على أحد. وأكرره مرة أخرى أن ليونيل ميسي لا يفكر في ترك البارسا، لكنه قد ترك بالفعل البارسا. أما مسألة توقيعه لمانشستر سيتي لا أعرف، لكن يعتبر مكانا مثاليا لسببين. السبب الأول غوارديولا، وغوارديولا هو أحد أبائه الروحيين وهو يعرفه جيدا، ومعه فران ومعه مدرب آخر، وكانوا بالنسبة لميسي أيضا مثل حاضنيه في وقت من الأوقات. لذلك إذا ذهب إلى هناك فإنه مكان بالنسبة إليه مناسب. أما عن السبب الثاني أن في نفس اللاعب، أن في نفس النادي يلعب أغويرو، وأغويرو صديق بالمناسبة، صديق من أصدقاء ميسي المقربين جدا على المستوى الشخصي. وأنا أعتقد أن أغويرو يمكن أن يكون له يد في هذا الأمر، أو أن يكون من عوامل الترجيح. لكن المسألة أيضا من يستطيع أن يدفع لميسي 50 مليون يورو في السنة على الأقل، إلا نادي كبير مثل مانشستر سيتي. طيب أخيرا عايز أسأل حضرتك بخصوص البيان اللي اتفاجئت أنا بيه امبارح في الحقيقة من قبل الاتحاد الأسباني لكرة القدم أو رابطة الأندية المحترفة في أسبانيا، واللي أعلنت فيه عدم أحقية ميسي في فسخ التعاقد إلا بعد دفع الشرط الجزائي اللي بيتمثل فيه ما أكثر من 700 مليون يورو. إيه سبب إصرار الرابطة في الإعلان من خلال هذا البيان؟ هل هو السبب يتعلق بالجانب التسويقي وممكن الخسائر المادية اللي تحصل للدوري الأسباني في حالة انتقال ميسي بعد تحديدا رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد من موسمين تقريبا؟ هل هو ده السبب الرئيسي ولا في أسباب أخرى تتعلق بمساندة برشلونة مثلا؟ بالطبع بالطبع، إنه أمر تسويقي مهم جدا. بالفعل كما قلت أن رئيس هذه الرابطة، وكما أضفت أنت بمهارة شديدة، أن الدوري الإسباني في السنة الأخيرة كان له قائمان، القائم الأول هو رونالدو والثاني ميسي، أو الأول ميسي والثاني رونالدو، لا يهم. فذهب أحدهما وبقى الآخر هو على وشك الذهاب. فهذا بالطبع هناك عقود مع البرازيل وعقود مع الأرجنتين وعقود مع الولايات المتحدة وفي دول أفريقية لنقل الدوري الأسباني بسبب وجود هذين النجمين وعلى الأخص ميسي. لذلك يقول السيد خافيير تيباس وهو رئيس هذه الرابطة، رابطة الأندية المحترفة، أن ميسي لا يجب أن يترك حرا إلا بعد أن يقوم بتسديد هذا المبلغ، لأن الخسارة التي ستنزل على رأس الدوري الأسباني والأوجه التسويقية للدوري الأسباني ستكون خسارة فادحة. المسألة ليس فقط التعاطف مع برشلونة أو الوقوف بجانب برشلونة، لكنها المسألة تتعلق بالبزنس، تتعلق بمناخ الاستثمار في الكرة، والكرة أحد أهم الصناعات الموجودة في إسبانيا. أكيد. السيد مانويل دومينيجز الصحفي الأسباني بموقع وان فوتبول الأسباني، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا من خلال قناة النادي الأهلي، ووضح لنا الصورة بشكل أكبر بخصوص مستقبل ليونيل ميسي. ممكن لسه الوضع لم يحسم بعد، لكن الموضوع تقريبا كده واضح أنه موضوع وقت عشان ينضم ليونيل ميسي لمانشستر سيتي.